أورانج تقدم لكم أي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال معاك في التكنولوجيا معاك في اللي تحبوا. على قناة الحوار التونسي يتجدد الموعد مع اي تيك. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم انتم اللي تحبوا تاخذوا فكرة على اخر اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. يلا نعملوا الميزاجور، شنو فما جديد في عالم التكنولوجيا في اخر الجمعة هذه. تيك نيوز. في تكنوبارك الغزالة وعلى نهارين بين 26 و 27 ابريل كان الموعد مع الفوروم IoT تونيزيا، ان فوروم ثري بالكونتينو ولي سيسيون. بالاساس كلها دارت في فلك التيم برانسيبال نتاع الفوروم بوغ ان ايكوسيستيم بيرفورمون. احنا اليوم في البارك تكنولوجي الغزاله عندنا لو فوروم انيوال دو لايوتي. انا دوني لي تروفي الصباح مع سيد كاتب الدوله، عطينا لي تروفي لي غانيون، والعشيه عندنا لي كونفيرونسي كي فون نو بارلي على كيفاش نعملوا لوزاج في الايوتي، كيفاش نحطوا لايوتي ان ديزاكس استراتيجيك دو لا تونيزي باش كو لي جون اي تروف دو لامبلوي اي بوف كري لور سوليوشن اي دواف اكسبورتي. وهذا بيكون كو افوار ان ايكوسيستيم فافورابل ا ديفلوبمون للاد هذوما، وان الشركات يلزمها الفارين لي ستارت اب. وحكينا شويه باش نحكيو اكثر زاد على النظام ريغلومونتير معناها بارابور الانترنت اوف ثينكس اللي هو تحسن برشا على العوام السابقه. دون اي تي تونيزيا خدمت مع وزاره التكنولوجيا الاتصال على المشوار هذا، نحاولوا نحيوا تو لي فيرو باش ما عادش نقولوا لي ستارت ابور ان بوف با فير دي ابليكاسيون اي او تي. وجو بونس انه المستقبل كل الشركات والستارت ابور اللي مشيت مع الاي او تي. الفوروم اي او تي تونيزيا هي فرصه للتعرف على لي توندونس، اللي سمع الكلام نتاع لي سبيسياليست الكبار في الميدان هذايا واللي جاوا من العديد من البلدان كيما امريكا او فرنسا، جامعيين مهنيين الكل تحدثوا على التوندونس تكنولوجيك هذايا. لكن ايضا فرصه للطلبه باش يخدموا على دي بروجي، وهذا عن طريق اي او تي تشالنج. في الفينال 8 بروجيات دخلتوا، 8 فرق خدموا على مشاريع تعتمد بالاساس على انترنت الاشياء. البروجي نتاعنا هو سيستم دو بلوتاج دو شيز رولانت. هو سيستم يكمان دي شيز رولانت يمشي بدو كوموند، الكوموند بالمخ وكوموند بالفوكال. دونك معناها بالمخ جوست نغمزوا عيننا اليمين باش السيستم يدور على اليمين، عيننا اليسار باش الشيز تدور على اليسار، نكلينيوتو عيننا الزوز باش الشيز تقلب السونس، ونكونسونتريو على بوان معين باش الشيز تمشي، بالفوكال نقولوا قدم مؤخر يمين ولا يسار ولا ايقف. هذوما الكل مربوطين بابليكاسيون موبيل. الاسيستون تاعو ينجم يشوف اللوكاليزاسيون تاع لوتيليزاتور، وينجم يشوف معناها ان طون ريال بالكاميرا، زيد نجم يتحكم في الكرسي معناها باش يجيبوا وين هو جوست وقت اللي يصير لا قدر الله اكسيدون. هذه فرصه اخرى للتشالنج للعام الثالث باش نبينوا فيه انه راهو المنوال التنموي بتاعنا تغير، وانه اساس المنوال التنموي هو الابداع، واساس الابداع هو الستارت اب، واساس الستارت اب هو الشباب. بالتالي هذه فرصه اخرى نحيي فيها جمعيه اي او تي تونيزيا اللي هي خلقت هالفرصه هذه باش تعطي للشباب لقطه ولا لحظه يبدعوا فيها، لحظه يقدموا فيها ابداعهم، ولحظه خاصه ننجزوهم على الاعمال اللي يخدموا فيها. وهذا هو الاساس لمنوالنا التنموي الجديد ان شاء الله. دي بانيل مهمين اتطرقوا للايكوسيستيم نتاع الاي او تي في تونس، كيفاش نطوروهم، لي توندونس تكنولوجيك والمبادرات ولي بروجي بيلوت اي او تي. قاموا بتنشيطهم جامعيين ومهنيين في المجال، وحضروا فيهم دي سبيسياليست دي بروفيسيونيل من تونس وفرنسا. جيت اليوم للفورم انيوال دا يوتي تونيزيا باش نحكيو على ايكوسيستيم انوفاسيون اي اكسيليراسيون في تونس. شنو عندنا؟ شنو هو الايكوسيستيم هذا في 2018؟ شنو جديد؟ قداش عندنا من ستارت اب؟ قداش عندنا من انيسياتيف؟ شنو هو الكونستيتيوشن دي ستارت اب؟ شنو هو لي انيسياتيف الموجودين باش يحولوا لي زيدي سورتو اوتور دو لاي او تي لدي سوسيتي ودي ستارت اب كاباب داتاكي لو مارشي تونيزيان اي افريكان؟ دونك باش نقدم بعض الاحصائيات اللي عندها علاقه بالايكوسيستيم انوفاسيون اكسيليراسيون في تونس، وباش نرجع خاصه
على المشاكل اللي تواجههم الستارت اب هذوما من حيث معناها التمويل، من حيث المارشي، من حيث لونكادرمون اكسيتيرا. دونك كالعاده اي تي تونيزيا هو ايفينمون انويال يتلموا فيه الشركات والزونيفرسيتير والزيتيديون باش يحكيوا على الاي او تي واش فما جديد في الاي او تي، وين تونس وصلت في الاي او تي. في لي بروجي بيلوت كانوا حاضرين دي ستارت اب اللي يخدموا بالاي او تي على العديد من الواجهات كيما سيكوريتي، الباتيمون وحتى الفلاحه. حضورنا هنا في الفورم انويال دو الاي او تي هو باش نوريو اللي الفلاحه ولات كونكتي وكيفاش لازم الفلاحه تولي كونكتي، كيفاش لازم الفلاحه، كيفاش الفلاحه بينيفيسي دو نوفيل تكنولوجي، كيفاش الفلاح يولي يتبع ليريغاسيون نتاعو، يولي يتبع الارض نتاعو، يولي يتبع البرودكسيون نتاعو بليزوتي تكنولوجيك كون اوفر احنا ودوتر اكتور. دونك حضورنا في الفورم هذايا هو باش نحكيو على الفلاحه والنوفيل تكنولوجي والاي او تي سورتو. ثلاث سنين تعداو على ولادة الفورم اي او تي تونيزيا ومازلنا لليوم وفي كل دورة نتعلمو. انترنت الاشياء هي بحر كامل من التكنولوجيا، يلزمنا نغطسو فيه ويلزمنا نعرفو نعومو، وكان ما نعرفوش يلزمنا نتعلمو نعومو. لا مجال للتطور التكنولوجي او التطور بصفة عامة من غير الاي او تي في المستقبل. مفاهيم كما سمارت هوم، سمارت سيتي، سمارت كار، لاندستري 4.0، السيكوريتي، الاي هيلث، التليميديسين، ليكول نيميريك، الروبوتيك وغيرها تعتمد على الاي او تي انترنت الاشياء. ومره اخرى يلزم لفت الانتباه، تخصيص ان فورم باش نحكيو على الاي او تي حاجه باهيه، لكن الكلام من اجل الكلام هذا اللي ما يلزموش يصير. على اثر اكتشاف البوغ انترن في السيستم نتاعو، تويتر قام بتحذير المستعملين نتاعو انه يلزمهم يبدلوا لي مود باس نتاعهم قبل ما يرجع ويعلن انه البوغ تم اصلاحها. تويتر يعتمد على التشفير نتاع لي مود باس نتاع مستعمليه، لكنه اكتشف انه البوغ هذه تقوم بتجميع لي مود باس نون شيفري، ما جعلو يطلب من مستعمليه انهم يبدلوا المود باس. البوغ هذه مست كافة مستعملي تويتر. المعروف على شركة جوجل هو انها عندها اون ديفيزيون اسمها اريا 120. الديفيزيون هذه تسمح للسالاري متاع جوجل انهم يطوروا افكارهم ويلانسيو دي ستارت اب خاصين بهم مقابل مساعدة من جوجل، ومعها جوجل تدخل بشكل صغير في الكابيتال متاع ستارت اب. جوجل اعلنت رسميا على اطلاق ستارت اب من اريا 120، ستارت اب مختصة في السوشيال جيمينج اسمها اركاد. الفونداتور متاعها اسمه مايكل سايمان وعمره 21 سنة. حتى شيء ما هو معروف على الخدمة متاع اركاد. جوجل قالت انه كل شيء تحت التجربة وانه اركاد باش تركز على الموبايل جيمينج بين الاصحاب. حسب الارقام متاع استراتيجي اناليتيكس بالنسبه للثلاثي الاول بالنسبه لمبيعات الهواتف الذكيه في العالم، فما برشا تغيرات. اول حاجه هو انه فما تراجع ب 2.4% في مبيعات الهواتف الجواله في العالم بالنسبه للماركت الكل مقارنه بالثلاثي الاول من 2017. 345.4 مليون سمارتفون تباعوا بين جانفي ومارس 2018 مقارنه ب 353.8 مليون سمارتفون تباعوا في نفس الفتره من 2017. شركة سامسونج توخر بالنسبة للمبيعات والباردو مارشي. في الثلاثي الأول من 2018 بيعت 78.2 مليون سمارتفون بعد ما كان الرقم متاحها 80.2 مليون سمارتفون في الثلاثي الأول من 2017. الباردو مارشي متاع شركة سامسونج في التريمستر الأول من 2018 تولي 22.6% بعد ما كانت 22.7%. شركة أبل تقدم أما توقعت في المرتبة الثانية. أبل بيعت 52.2 مليون سمارتفون في الثلاثي الأول من 2018 مقابل 50.8 مليون سمارتفون في الثلاثي الأول من 2017. الباردو مارشي متاعها تزيد بعد ما كانت 14.4% في الثلاثي الأول من 2017 ولات 15.1% في الثلاثي الأول من 2018. شركة هواوي زاد تزيد في المبيعات والباردو مارشي متاعها. مبيعاتها في الثلاثي الأول من 2018 39.3 مليون سمارتفون وقت اللي كانت 34.5 مليون سمارتفون في الثلاثي الأول من 2017. الباردو مارشي متاحة كانت 9.8% في الثلاثي الأول من 2017 وليت 11.4% في الثلاثي الأول من 2018. شياومي هي أكبر الربحين بما أنها تقدم المرتبة الخامسة للمرتبة الرابعة وتفوت شركة أوبو. شياومي بيعت 28.3 مليون سمارتفون في الثلاثي الأول من 2018، عملت أكثر من دوبل مقارنة بنفس المدة من السنة الفاتة 12.6 مليون سمارتفون. الباردو مارشي متاع شياومي تتضرب في 2 زادة بعد
كان 3.6% في الثلاثي الأول من العام اللي فات، ولات 8.2% في الثلاثي الأول من العام هذايا. أوبو في المرتبة الخامسة توخر بالنسبة للمبيعات، مبيعاتها في الثلاثي الأول من 2018 ولات 24.1 مليون سمارت فون بعد ما كانت 27.6 مليون سمارت فون في التريمستر الأول من 2017. الباردو مارشي متاعها توخر بعد ما كانت 7.8% العام اللي فات ولات 7% في الثلاثي الأول من 2018. موضة بالنسبة للأيتيك خلط للآخر نتاعه، وشكرا لكم على حسن المتابعة. نجموا تعملوا علينا باش نجيبوكم أخبار التكنولوجيا كل جمعة نهار الأربعاء والسبت على قناة الحوار التونسي. خليكم مع دقيقة أورانج. تحية محمد علي السويسي، في الأمان. اليوم نقدموا لكم SOS انترنت، السيرفيس اللي توفروا اورانج لي كليون موبيل. وقت اللي يوفى عليك السولد SOS انترنت ادي بانيك بكونيكسيون، وتنجم تختار الفوليوم دو كونيكسيون اللي تستحقه من 100 ميجا حتى ل 550 ميجا، وتخلص الخدمه هذه في اول ريشارج تعملها. باش تتمتع بالسيرفيس SOS انترنت يكفي باش تضغط على نجمه 122 دياز. مع اورانج تقعد ديما كونيكتي حتى كيف السولد يوفى عليك، معاك في اللي تحبه. قدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك، وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوه.